هذا العرض رح يكون استثنائي انه عم ينعمل بالبلد بهذا التوقيت. بدي هيك نحكي، بدي نتناقش، بدي نعصف ذهننا مع بعض. فعلا يكون للاخير، يكونوا للاخير حرين للي بدكم اياه، اكتبوا اللي بيخطر لكم. بدون هذا العمل الجماعي انا بالنسبه لي ما رح اخذ نتيجه. هذا الهدف تبعكم بهذا المشروع بحقق، يعني بحقق لكم شيء لتوصلوا هذا الهدف الاعلى تبعكم. انا في اشياء ثانيه بحياتي هلا في اولويه لإلك اكثر من اني انا اكون جزء بهذا المشروع. وانا كان يعني ما بعرف، ما بدي احكي فيه هلا، بس ما بدي لا ضيع وقتكم ولا ضيع وقتي. صراحه انا كمان بدي اعتذر منكم، ما رح اقدر اكون معكم بهذا المشروع. ما فيني يكون لسبب شخصي، مو انه انا ما بقدر هذا الشيء اللي عم تشتغلوه، مو انه انا ضد الفكره، مو انا ضد شيء. انا بحس بس بهي الفتره حالتي النفسيه ما بتسمح لي يكون بهذا المشروع.